إذن جريدة عنوانكم كتواجد الآن قلب مدينة الدار البيضاء بالضبط في درب العفو، واحد البنية اللي لقاوها مذبوحة هذا الصباح، ما عرفناش القضية ديالها كيفاش دايرة، هذه المهمة ديالها مسكينة. بسم الله أجواء كثيرة. كتشوفوا هذه الأجواء أمام منزل السيدة اللي لقات البنت ديالها مذبوحة. واش هاد الدرهم يخرج يلعب؟ هاد الدرهم يخرج يلعب؟ السبب يخرج يلعب؟ السبب فانيت والادمان واللي مريض مشي للسبيطار، واللي مريض مشي للحبس، واللي مريض قتلوه، راه هو خصو يموت هذا، هذا علاش ما يجيبش الود والحراسه، خصو يذبح راسه، خصو يقتل راسه، واللي مريض يقتل راسه، واللي مريض يقتل راسه، راه عايش راه ولادنا اللي يهرس، قتل الدريه وهرس، راه مشهومه، المخزن في البلاد، فينا هو القانون؟ فينا هو حقوق الطفل؟ ورينا حقوق الطفل فينا هو؟ ولا حقوق الطفل جيبو، احترموا الدراري، حميو الدراري، حميو الأطفال، الدراري في المخزن يحمي الأطفال، هادشي اللي كنعرف، وهاد الدري سيدي إذا مريض خصو الإعدام، خصو يقتل راسه، ما يقتلش الولاد الصغار. خويا، الدري اللي قتل ما مصدقيش، لأنه جا 43 أيام، الدار اللي كان ساكن فيها ثلاث ايام هو اللي كاين قديمه، الدار القديمه كان غيذبح اختي هي الاولى، وربي فكها باش فكها الزنقه كاينه في عاول، كاين عاول دي واختي الدار من الدار من اللور، وبغى يدوز عليها شاف ولد اختي وهرب، ما مصديش اللي مصدي كيعرف امه وكيعرف باه، كيهضر بفاميت وكيعرف الدار اللي كان ساكن فيها، لا واش هو ذبحها؟ ذبح الدريه من اللور. شحال عندها من عام؟ الدرية عندها 7 سنين. حرام على هادشي حرام، خصو يموت، كانوا يقتلوه، ما كانوش يطلقوه، كانوا يقتلوه، حيت هادشي كثر. باقي ما تعتقلش؟ اعتقلوه، اعتقلوه، اللي ما خصوش يجيو يديرو خطا مبينة ويديوه، علاش حاطنينو؟ عاش الملك، عاش الملك، الدرية ما خصهاش دمها يمشي مخدور، خصو يموت. قول كنت بعلي اختي ندخلوه ونقطعوه ونحطوه المخزن الغنم ونمسوه ونمشيو حنا الحبس حيت هادشي كثر 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 بزاف وعاش المالك عاش المالك سيدي شوف هادشي سيدي شوف هادشي بزاف 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 انا اختي بنتي صغيره بزاف هادشي حرام 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 عاش الملك راه الاجرام كثر بزاف هادشي راه حشومه وقتلوا وهرب متابعينو الدراري راه حرام حرام عاش الملك عاش الملك ياخذ الحق في الظالم عاودي لنا عاودي لنا ملابسه الاحداث كيبقاو الله يجزيك شدها انا ما شفتش انا جيت قالوا لي انا شفت انا ما شفتش جيت قالوا لي راه تقتلت بنت جيت تنجري لقيتها قالوا لي راه ذبحها من اللور قطع لها عنقها راه حرام راه حرام هادشي إناث إناث هذه ما تنطبق وحنايا إناث وحنا شارع إسلامي حرام هادشي بنية عندها 7 سنين تقتل حرام حرام خاص اللي قتل تقتل الشارع الإسلامية حرام هادشي والله إلا حرام بالله هادشي راه ما بقاه لا الله ولا نعم حشومة هادشي راه كلشي تهز كلشي مقلوب تهزت حشومة هادشي كلشي حشومة دابا كلشي ولا خايف على وليداتو حشومة ولدي هادشي والله إلا حشومة هاي خاص اللي قتل يتقتل أمام الأمة أمام الملأ أمام الملأ كلشي اللي قتل يتقتل يا محمد السادس وادير شي حل يا محمد السادس وادير شي حل راه الصيبة راه مسطي تيدورو القتالة تيدورو
علاش ما ذبحش اختو؟ ما عندوش هو الاولاد، ما عندوش الامهات، علاش حنا ولادنا ما يلعبوش في الزنقه؟ علاش فينا حقوق الطفل؟ فينا هو المخزن؟ فينا هو العامل اللي غيحمي لينا ولادنا؟ فينا هما؟ علاش حنا ولادنا ما يلعبوش؟ ولادنا من المدرسه للدار. في حقك زعما هادشي واش عندنا؟ عندنا وليداتنا الله يجزيك بخير، شد سيدي هذا. حنا راحتنا ما حال حال الله يجزيكم بخير. شوف سيدي عندنا وليداتنا الحمد لله، فهمت يا سيدي؟ السلطه خاصها تقوم الواجب ديالها الله يرحم والديك. هو قال لك ثلاث ايام هو كيدور هنا، هو برد في صبيه صغيره الله يرحم والديه وما عند الله. سمعنا كيقول الله يجزيك بخير حتى العقلي. والله الله اعلم. هلا قال لك انسان هو قال لك ثلاث ايام هو كيدور هنا، قال لك خاصو غير ينحر وكان بغى الله اعلم ثاني. حنا هاتي ولينا نخافوا على وليداتنا الله يجزيك بخير. والسلطه خاصها دير الواجب ديالها ودير الحكم ديالها الله يرحم والديه. شوف سيدي راه خاصنا نوقفوا هادشي، على هادشي خاصنا نوقفوا عليه. شوف خاصنا نوقفوا عليه، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا محمد رسول الله، عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك. والسلام عليكم. كيف ما كتشوفوا جريده الوانكم كتواجد الان امام المنزل ديال البنيه اللي تقتلات اليوم، القوها مذبوحه، لكن كيقولوا السيد اللي قتلها مختل عقليا، ولكن العلم لله. اذا جريده الوانكم كتواجد الان في قلب الحدث اللي وقعت فيه الجريمه البنيه، معنا احد الناس قاطنين في نفس المنطقه، نسولوه على الجريمه كيف وقعت، اشنو الاستنكار ديالو لهذه الجريمه. الكلمه ديالك السي مصطفى. اخو السلام عليكم، حنا تفاجئوا في هذه الصبحيه هذه الدريه حتى تلعب في الزنقه بحكم باقا صغير، عندها تقريبا شي 6 سنين ولا 7 سنين. ديز هذاك السيد من تماكن شدها من شعرها ويضربها بجنويه، هرب تبعوه الدراري، شدينا في عين الماء في واحد المكان، دخل على ذوك الناس الجنويه وهذاك الشيء، دخل عليهم تماكن مراكيهم تما في الدار داك الشيء، عاد نادوا على الدراري ديال الحومه وداك الشيء، هما اللي دخلوه هجموا عليه شدوه، ملي شدوه هذاك الشيء حيدنا ليه، حيدوا ليه الجنويه وداك الشيء. وبقات عاد جات السلطات، عاد جات السلطات، قدموا للسلطات، ولكن السلطات انت جات وقعت الجريمه بنص ساعه وزياده، عاد جات السلطات، عاد جات هذاك الشيء. الا كل ما كان الشعب ما غادي يكون هذاك السيد كنا بشاف حاله، ما غاديش يحصلوا عليه كاع، هي الاولى حيتنا السلطات، عاد جات السلطات تعطلات وهو مشى. السيد سمعنا باللي كيقولوا مختل عقلي ولا ما كاينش، ما بقاش عندنا مختل عقلي. مختل عقلي دابا حنا بجميع المخدرات ولات موجوده، من الحشيش الفانيد القرقوبي، جميع الانواع ديال المخدرات ولات موجوده، التشمكيره كلشي كاين، كلشي ولا مختل عقلي. هنا عندنا حنا في البلاد ما بقاش كاع اللي عنده العقل كاع في هذه البلاد، عندنا حنا ما كاين كاع اللي بقى عنده العقل، كلشي ولا مختل عقلي. ولا الاجرام اخويا بزاف، ولا واحد الاجرام وما بقيناش نقدروا نخرجوا. حنا ولادنا حنا ماشي ولادنا، ولينا حنا رجاله بعقلنا، ولينا نخافوا نخرجوا. كلشي تدور، كلشي تلقاه مزعزع، كلشي بقى مقرقب، كلشي مكيف، ما كاين، كلشي فاقد الشعور ديالو والغياب ديال السلطات. شكرا شكرا السي مصطفى. ما كايناش ولا بومبينو بغى يعطينا الكلمه ديالو حسب وجهه النظر ديالك في الجريمه اللي وقعت. خويا الجريمه اللي وقعت اليوم اخويا، راكم ما تمكنوش الدراري من التوقيف ديال السيد هذاك، يقدر يرتكب جرائم اخرى اخويا. راه كون ما كانوش الدراري ولا الدرب اخويا، كون ما كانوش ولا الدرب غير ارتكب جريمه اخرى. تمكنوا الدراري قتلوه، فهمتوا؟ قتلوا الدريه دي بقى صغيره اللي خصبها في سبابه باقيه، فهمتوا؟ قتلها في الدار ولا في الزنقه؟ لا خويا قتلها في الزنقه اخويا، دايز هو فهمتي شد الدريه ويدوز عليها. وسمعنا بلي تيقولوا مختل العقلي. لا ما كاينش. واخويا ما كاينش مختل العقلي، دابا كلش كيقول شوف الادمان، بنادم مقرقب سكران فهمتي، شي حاجه اكثر فهمتي، بنادم كيتقرقب في هادشي ديال الهلوسه وشي غيدير اكثر من هادشي، ماشي غيقتل، غيقتل ويزيد لقدام اخويا، فهمتيني؟ اخويا الرساله اللي غنبغي نوجه لهاد الناس هادو، راه ولينا كنخافوا على خوتنا صغار اصاحبي. دابا واش بغيتي خوك صغير يتم خارج، تولي خايف على خوك صغير، ما يمكنش تخلي خوك بوحدو يخرج صغير اصاحبي. يعني الخدمه فهمتي بنادم خاصو يطبق معانا اصاحبي. خوك تم صغير يعني غتبقى غادي موسوس، واش خوك واش غيتتبع غيتقتل؟ ما عرفتش اش كاين دابا عاوتاني، عندي دري بقى صغير فهمتي قتلوه. واش فهمتي بنادم ماشي منك خدمته، بنادم ما مشيش ما يقراش ما يديرش باش يبقى حادي صغير، راه خاص اخويا فهمتي المعنيين بالامر هما اللي يقوموا فهمتي يقوموا بالواجب ديالهم اخويا.